أهلا بكم. البداية من تونس، حيث قال الرئيس قيس سعيد إن القوات المسلحة ستواجه بالقوة كل من يعتدي على الدولة التونسية. وأكد سعيد أن القوات المسلحة ستتصدى لما سماها المؤامرات التي تحاك في الخارج بالتنسيق مع أطراف في الداخل ضد الدولة التونسية، وأنه لن يقبل بأي اعتداء على تونس أو خروج على الشرعية. جاهزون، ومن يفكر بأن يتعدى بأي شكل من الأشكال على الشرعية من الخارج أو من الداخل، وهناك القوات المسلحة العسكرية التي فيها الثقة الكاملة للتصدي للمؤامرات التي تحاق في الخارج، ومن يريد أن يتآمر مع الخارج ضد الدولة التونسية. تصريحات الرئيس سعيد أثارت موجة من ردود الفعل المتباينة وسط الطبقة السياسية، نرصد بعضها في التقرير التالي. لن نقبل أبدا بأن يكون هناك عملاء يتعاملون مع الخارج ويتآمرون على تونس. محملة بالرسائل، هكذا كانت زيارة قيس سعيد لمقر القوات الخاصة للجيش ولمقر وزارة الداخلية، زيارة أحدثت جدلا كالذي أحدثته زيارات سابقة لسعيد إلى مقرات أمنية وعسكرية أطلق خلالها تحذيرات ترقى إلى التهديد. أعتقد كونه من يتآمر على تونس ليس له مكان فيها، وبالتالي كأنه به هو خطاب طامئن للشعب التونسي، كونه هناك من يقف يعني على أمنهم وما يمنع كل مؤامرات تحاك ضد تونس. لكن تصريحات الرئيس لم تطمئن الجميع، إذ ذهبت بعض الآراء لاعتبار ما قاله سعيد من دواعي الإرباك لمشهد تعتريه أزمة في الحكومة وأخرى في البرلمان. كنت أتمنى لو أن رئيس الجمهورية كان أكثر تحفظا في هذا. هذا لا يعني أنه لا يتصرف، ولكن الدولة تتصرف، وليس بالضرورة أن تطرح كل شيء على الطاولة، خاصة وأنه عندما يكون الكلام عاما. متابعون للشأن السياسي يقولون إن ما جاء في كلام الرئيس متطابق إلى حد كبير مع ما ورد في تغريدة لمستشار سابق لرئيس الحكومة اتهم فيها الإمارات والسعودية بتخريب الوضع الداخلي في تونس، لكن ذلك يبقى تأويلا من بين عدة تأويلات. كما في كل مرة رئيس الجمهورية في الحقيقة لا يوضح من هي هذه الأطراف، وفي كل سياق يذكر فيه أطراف خارجية والتآمر والتحايل وتفجير الدولة من الداخل، هو ربما يزيد غموضا على غموض فيما يتعلق بهذه الأطراف من تكون من المؤسسات الدستورية التي من فك الرئيس يكرر التحذير في آخر مناسبتين ظهر فيهما عن التلويح بحزمة من الصلاحيات الدستورية التي تخول له التدخل الاستثنائي، صلاحيات هي بحسب سعيد كالصواريخ على منصاتها. بين من يعتبر أن تصريحات قيس سعيد رسالة قوية للمتآمرين على تونس، ومن يتساءل عن المغزى منها في هذا التوقيت بالذات، يجمع التونسيون على أن أمن البلاد خط أحمر ولا مجال للتلاعب باستقرارها. أميرة مهذب، العربي، تونس. هذا وتواصل الأحزاب السياسية التونسية مشاوراتها لاقتراح بديل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال الياس الفخفاخ. وذكرت مصادر إعلامية أن حركة النهضة توافقت مبدئيا مع حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة وكتلة المستقبل النيابية على تقديم مرشحين اثنين لرئاسة الحكومة، في حين تتواصل مشاورات بقية الأحزاب والكتل النيابية لاختيار مرشحها قبل ساعات من انتهاء المهلة التي أعلنها رئيس الجمهورية لاختيار المرشحين. انضم إلينا من تونس طارق الكحلاوي، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي. سيد كحلاوي، ما الذي يقصده رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد عندما يتحدث عن المؤامرات الخارجية وأطراف الداخل والتي يهددها بتوجهه ليلا إلى إحدى الثكنات العسكرية؟ هناك يعني في رأيي صحيح أنه الكلام ليس صريحا تماما، يعني كلامه، لكن هناك خيط ناظم للتصريحات المتواترة. أولا، نحن لسنا بصدد إعلامي أو سياسي أو معلق، نحن بصدد رئيس دولة لديه
تقارير أمنية وعسكرية ليست متاحة للبقية، قرر أن يقوم بهذه التصريحات وسط ثكنة عسكرية لقوات الفيلق الخاص في منزل جميل في ولاية بنزرت، وأيضا في المقر المركزي لوزارة الداخلية، ليس في حضور وزير الداخلية فقط بل أيضا المديرين العامين للأمن، وبعضهم معني بصياغة التقارير وإعداد التقارير يعني الأمنية والعسكرية. يعني هنا لسنا بصدد شخص عادي، هنا رئيس الجمهورية لديه اطلاع على مجموعة من التقارير الأمنية والعسكرية، وأي شيء يقوله في علاقة بمعطيات هو طبعا ليس معنيا أن يعلن الآن. طيب من يقصد، من يقصد بالضبط؟ ما الذي يمكن أن نفهمه من هذه التصريحات؟ يعني هل يمكن ربطها مثلا كما تحدث تقريرنا من تونس عن ربطها بتدوينة جوهر بن مبارك التي المستشار السابق لرئيس الحكومة والتي وجه فيها الاتهامات مباشرة إلى الإمارات وإلى مصر، ثم شكر أيضا قيس سعيد واعتبره أول صاروخ مثلا من الصواريخ التي وعد بإطلاقها وهي جاهزة على منصاتها؟ أعتقد هذا تأويل يمكن أن يصح جزئيا. لفهم قيس سعيد في رأيي يجب النظر إليه ضمن أوضاع الإقليم. هو تحدث عن عملاء أو أطراف داخلية متواطئة مع الخارج، إذن الخارج والإقليم والوضع الدولي والصراعات في الإقليم هي جزء من فهم الصورة. أين يقف قيس سعيد في هذه الصراعات؟ ذلك مفتاح لفهم ما يقصده في تصريحاته. هو لا يقف مع هذا الحلف أو ذاك. نعرف في الملف الليبي وهو أهم ملف في الإقليم، قيس سعيد لا يقف مع الحلف الذي تتزعمه تركيا، ولا يقف أيضا مع الحلف الذي تتزعمه روسيا ومصر والإمارات. هو يقف في الوسط، وموقفه متطابق تقريبا بشكل كامل مع الموقف الجزائري الذي يريد أن يشق طريقا في الوسط. لكي نفهم تصريحات قيس سعيد حول من هم أعداء الخارج، يجب أن نضع أنفسنا ضمن هذه الزاوية التي لا تتحدث عن هذا الحلف أو ذاك. بمعنى آخر، ما يمكن أن يقصدهم قيس سعيد هما ربما نعم جزئيا في جزء منها تخص الأطراف التي تتقاطع مصلحتها مع مصر والإمارات، الحلف الذي يريد أن ينقلب بعد التجربة الديمقراطية، لكن أيضا يمكن أن تخص، وهذا لا يجب استبعاده، بل أعتقد أنه قناعتي أنه فعلا يخص ذلك، يخص أيضا طرف حركة النهضة وإئتلاف الكرامة، وهو الآن كما هو معروف حركة النهضة وإئتلاف الكرامة قد تكون هي الأطراف المقصودة بتفجير الدولة من الداخل وبعمالة لمؤامرات خارجية، بأي معنى أو وفق أي منطق إذن يمكن أن نفهمها؟ هو مثل ما قلت هناك طرفين، الدستور الحر وأيضا الطرف الآخر اللي فيه حركة النهضة وإئتلاف الكرامة. وأعتقد أنه ملف تطاوين وما حدث في تطاوين والاحتجاجات في تطاوين بمعزل عن الدور المعروف والقديم لتنسيقية الكامور، وهو يعني مجموعة من الشباب يقومون باحتجاجات طبيعية، لكن حدث منعرج في رمادة أحدث لأول مرة مواجهة بين الأهالي والجيش، وهذا غير مسبوق في منطقة عسكرية مهمة وحساسة جدا. وهنا أعتقد أن هناك تصور ورؤية في علاقة بهذا الموضوع، ودعني أقول أنه علينا أن أعتقد أنه نحن في منعرج مهم جدا وخطير جدا ويحتاج انتباها جيدا من جميع الأطراف. حديث الرئيس منذ يومين حول استخدام الفصل 80 لا يخص حل البرلمان، لا يخص مشهد حكومي جديد، هو يعني بقاء الأمر على ما عليه الآن باستثناء أمر واحد وهو الأمر المهم، إجراءات استثنائية. إجراءات استثنائية تخص الجانب الأمني، الجانب العسكري والجانب القضائي. طيب يعني وكأن هذه الإجراءات الاستثنائية والتي تخص الجانب العسكري يربطها قيس سعيد بالصراعات السياسية، وهو ما يثير فعلا كثير من التساؤلات لدى التونسيين. لماذا يقع محاولة حل المشاكل السياسية المدنية في الثكنات العسكرية أو بالاعتماد على تقارير أمنية؟ طيب اسمح لي أن أربط بموضوع تشكيل الحكومة. مصادر عالمية تتحدث عن توافق مبدئي بين ما يسمى بالترويكا الجديدة، النهضة وقلب تونس وإئتلاف الكرامة، وربما أيضا معهم كتلة المستقبل، على تقديم مرشحين لرئاسة الجمهورية، وكأنهم يريدون أن يقولوا الأغلبية البرلمانية جاهزة، لابد أن لا تخرج عن هذين الاسمين.
هل تعتقد أن قيس سعيد يمكن أن يستثمر في إيجابيا بالمعنى الإيجابي للكلمة في هذه الأغلبية المتوفرة وبالتالي يعين إحدى الشخصيتين المقترحتين، أم أنه قد يذهب إلى شخصية أخرى تكون في أسفل الترتيب كما حدث مع الياس فخفاخ سابقا؟ أعتقد هذه المقاربة، مقاربة الأغلبية البرلمانية، هي في قبل كل شيء غير دقيقة. استمعت اليوم إلى رئيس كتلة قلب تونس نفى أي تشاور مع في المرشحين مع ائتلاف الكرامة أولا، قال نحن لا نتشاور معهم أصلا، غير معنيين بالحديث معهم، وقال أنهم سيقدمون فقط يعني قلب تونس مرشحين خاصين به. يمكن أن يتقاطع مرشحو قلب تونس مع مرشحي النهضة، لكن بمعزل عن كل هذا، مقاربة الأغلبية البرلمانية المدعاة أو الحقيقية في علاقة بالرئيس لا أعتقد أنها هي المقاربة التي ستحدث جسور تواصل بين الأحزاب ورئيس الجمهورية. من الواضح أن لرئيس الجمهورية مقاربة مختلفة عن هذه المقاربة. نعم. ترتيبه للأقدر ليس الترتيب المقترح مثلا في تصريحات حركة النهضة، هو مقاربة مختلفة، وأعتقد أنه إلى حد الآن يتبع نفس المنهجية التي تبعها في اختيار رئيس الحكومة المرة الفارطة، ربما الآن مع اختلاف آخر يخص أكثر ثقة وأكثر قرب من رئيس الحكومة القادم على الأرجح. شكرا لك طارق الكحلاوي، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي، كنت معنا.